خوتي، قبل ما نبدا هذا الفيديو حبيت نقول لكم باللي ماني نتنمر على حتى واحد. هذا الفيديو بغير قصره، يعني نقصر وكذا، وهي بنت الناس ربي سهل عليها. ومهم هذه يا خوتي، خلونا نبداو الفيديو نتاعنا. السلام عليكم خوي، درت لكم هذا الفيديو، حبيت فيديو قصير هكذا تاع قصره وخلاص مع لي زامي. الناس راه قاعده تهضر على هذه الطفله وكذا وتتطاوع وكذا وكذا، مريضة وحبلت وكذا. إذا كنت بتعرف حكايتها تفرج في الفيديو بعد سهل الحال. السلام عليكم يا بني آدم يا إنس، أنا أختكم من قوم آخر. اليوم جيت نقول لكم الحقيقة، اللي أنا فضائية، جيت من الفضاء، من كوكب اسمه ليليكس. قلت لك كوكب اسمه ليليكس؟ أقولي لهم بلي راكي متأثرة بالهيليكس يا أخي، اقتبستيها منها وقلتيه ليليكس. يا أخي خي حالة. هو يبعد عن الأرض 33 مليون سنة ضوئية. وحابة نقول لكم، ممكن ما تأمنونيش، أقسم بالله أنا فضائية. وزايدة فيها بالقسم والحليف، يا تخلاص صدقناك بلي ما كيش بنادم. وقعد تقولوا لي كيفاش ملا إذا أنت فضائية تعرفي اللغة تاعنا؟ كأربي ديجا كامل خلقنا كيف كيف، ومليك ليت واحد من الأرض تعلمت اللغة تاعكم. سبحان الله، قلت لك ليت واحد من الارض تعلمت اللغه تاعكم. تشوفين التفاح راك فاهم، تفاح تحلم غايه راك فاهم. غدوه نروح عندنا كل واحد من كل بلاد ونولي قاع حافظ اللغات. يا ودي فكره روعه جهنميه عطيتيها لي. كملي. بصح المفيد ما جيتش نحكي على هذا، حاب نقول لكم الكورونا احنا عديناكم منها وعديناكم منها، ما كانش قصدنا. كي جينا ندو تشينا من عندكم في فصل الشتاء باش ندو تشينا تاع العصير تاع نتيجة، هي افضل تشينا. بيبليسيتي هايله هذه. قالت لك افضل تشينا، مالا صافي انت كي هبطتي الارض كليتي تشينا، شفتي بنادم تحس به تشينا يا اخي، كليتيه قلطه يا ودي، على بها تعلمتي اللغه. سبحان الله. المهم اللي يحب اللقاح تاع الكورونا يعطينا الدلاع، وحنا نعطوا له البول تاعنا، باسكو اللقاح هو البول تاع الفضائيين. وات ذا فاك، من اين لك هذا المخ يا هذه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، قلت لكم تحلم غايه. قلت لكم واجروا باسكو ما بقاش الوقت ويخلص الدلاع. اللي يحب اللقاح سينو يطغاو الفضائيين على الارض، يطغاو ويقتلوكم كامل. شكرا، السلام عليكم. هذه كيما شفتو كنت تحكي تقول لكم راني كنت في الفضاء وكذا، راني من الفضاء وراه مش عارف شنو هي، عندي اللقاح تاع الكورونا وكذا وكذا. هذه يبين لك بلي الجزائر تشتي الحوايج هذي تاع القصرة وتفاهة صراحة. وين فيديو صغير هكذاك تاع طفل صغير دارت البوز، قصدي طفلة. حتى وما تلومونيش قهوة، هي في روحها ماهيش عارفة جنسها من وين. قلت لكم جاية من الفضاء، مش عارفة روحها كاع شني الجنس تاعها. حول ولا قوة. وجاوها قاشي قال لها راكي مريضة، امك ميتة، مهم حوايج كذا. يا ردت عليهم، انا شفتها تبع ضحك، انا خلاص ما قلتش شو نقول، ما عرفتش واش ناقصة. خطرة الاولى جات ناقصة من بعد شفت هذا الفيديو. والله ما يقولوا لي بلي انا مريضة، مانيش مريضة ويما مازال حية. تحبوا نوريها لكم نوريها لكم، ما كاينش مشكل، الله ربي يحفظها. ما ماني لا نشوف ريلاب هذي، واش يسموا المرضى اللي يقولوا عليها. صراحة الشعب ما يتلامش، على حسب ديك الطابلية الزرقاء اللي لابستها تبان تقول مريضة خارجة من السبيطار تاع المهابيل. كذبنا مليا هذيك. ما المهم لابس عليا ومازال الفيديوهات تخمام راه عندي. الحمد لله خوتي الدلع راه يوصل كاليتي بنينة. خو هادي هي حنا يبين لك من هذا الفيديوهات، يبين لك بلي حنا شعب نتبع تفاهم. هذه هي ما كذبتش فيها، هذه لا فيريتي. مرحبا بيك في الجيش اون بيرسون، جيش الموكرين ديما في نمبر وان مخلصين. حاب تنضم للجيش خلي لايك واشتراك باش نوصلوا لل 1 مليون ان شاء الله بربي.